السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى فطيرة هنعملها مع بعض. النهاردة فطيرة دي هتنفع معاكي للغداء أو ممكن تنفع معاكي للعشاء على حسب ما تحبي. الفطيرة إن شاء الله هنعملها مع بعض بمكونات سهلة وبسيطة. زي ما شايفة كده عندي ده شكل الفطيرة بتاعي، شايفة شكل الفطيرة وجمالها والطعم حكاية. تابعي معايا لحد نهاية الفيديو علشان تستفادي، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. يلا يا حبايبي نبدأ وصفتنا مع بعض. هنبدأ أول حاجة مع بعض بالمكونات. عندي المكونات بتاعتي كوب من اللبن الدافي، ده عندي كوب لبن دافي، أهم حاجة يكون اللبن دافي، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من الخميرة، 3 معالق سكر كبار، 3 معالق سكر كبار. أول حاجة عندي لازم أبدأ أختبر الخميرة بتاعتي عشان نشوفها شغالة ولا لأ. هبدأ أضيف عندي كوب اللبن، أنا كده ضفت كوب اللبن بتاعي. بعد كده هبدأ أحط الخميرة، دي معلقة كبيرة خميرة. هبدأ أحط كمان عندي 3 معالق من، بعد كده عندي هبدأ أقلبهم كويس. انا كده دوبت الخميره بتاعتي كويس، بعد كده هسيبها هغطيها واسيبها حوالي 10 دقائق لحد عندي الخميره بتاعتي متتفاعل. وبعد مرور 10 دقائق زي ما شايفين عندي الخميره بتاعتي اهي تفاعلت. هبدا عندي افضيها على كميه الدقيق اللي معايا، انا معايا 3 اكواب من الدقيق، دي 3 اكواب من الدقيق، وكمان عندي حط عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر. هبدا عندي افضي الخليط اللي معايا زي ما شايفين كده، عندي ده الخليط اللي معايا انا فضيته كله. بعد كده هبدا اقلبه زي ما شايفين. بعد كده هبدا اضيف عندي 4 معالق من الزيت، 3 4، ادي عندي 4 معالق من الزيت كبار، او ممكن عندي اضيف 1/4 كوب من الزيت. بعد كده عندي هبدا اقلبهم كويس، هبدا ارش كمان ذره ملح صغيره. هبدا عندي اقلب العجينه بتاعتي، هبدا استخدم ايدي عشان اعجن العجينه بتاعتي كويس. هبدا اعجنها كويس العجينه بتاعتي زي ما شايفين كده. اهم حاجه طول ما انا بشتغل لازم عندي الطبق بتاعي يكون نظيف، شايفين بالشكل ده. ابدا اجمع العجينه بالشكل ده. طبعا لو عندك عجان ممكن تشتغلي عادي بالعجان اللي معاكي بالشكل ده. وزي ما شايفين عندي كده انا خلصت العجينه بتاعتي بعد ما عجنتها كويس، وشايفين الطبق بتاعي انا لميت كل العجينه، مفيش حاجه بتاعي في الطبق، شايفين العجينه كلها انا لميتها بالشكل ده اهو. اهم حاجه عندي العجينه بتاعتي يبقى ملمسها بالشكل ده، ما تبقاش ناشفه وما تبقاش طريه خالص. وزي ما شايفين عندي ده شكل العجينه بتاعتي بعد ما عجنتها كويس زيت. وبعد كده هنا كمان من فوق هحط عندي نقطه زيت، وهسيبها لحد عندي العجينه بتاعتي ما تبدا تختمر. لحد العجينه بتاعتي ما تبدا تختمر معايا انا جهزت زي ما شايفين عندي الحشوات بتاعتي. انا جبت هنا عندي فراخ وقطعتها صغيره زي ما شايفين، دي كانت فرخه عندي وانا خليت الصدر منها. ممكن تستخدمي لحمة مفرومة، ممكن تستخدمي سجق، الحشوة اللي تناسبك استخدميها. هنا عندي بصل مقطع صغير زي ما شايفين، انا حاطة عليه ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، حاطة بابريكا وسنة قليلة خالص من القرفة، ممكن تستغني عنها، البهارات اللي تحبيها استخدميها. هنا عندي كمان جبنة رومي، انت ممكن تستخدمي جبنة رومي، تستخدمي جبنة شيتر، موتزاريلا، ممكن تستغني خالص عن اي نوع من انواع الجبن لو مش متوفر عندك مفيش مشكلة. هنا عندي فلفل اخضر، انا جايبة فلفل اخضر، ممكن تستخدمي فلفل احمر، فلفل اصفر، النوع اللي تفضليه. ده كمان عندي زيتون مخلي زي ما شايفين عندي، ده الحشو بتاعي، طبعا الحشو ده بيكون اختياري. بعد كده هبدا اجهز طاسه على البوتاجاز واحط عندي فيها اي ماده دهنيه، وهنزل بالبصل. شايفين هنا عندي طاسه على النار، عندي ماده دهنيه بتاعتي سخنه، هبدا افضي زي ما شايفين البصل. زي ما شايفين عندي كده انا هبدا افضي البصل بتاعي. بعد كده هبدا انزل بالفراخ بتاعتي زي ما شايفين عندي كده، هبدا انزل الفراخ وهبدا اقلب. انا قلبت الفراخ بتاعتي زي ما شايفين كده،
هسيبها تستوي. زي ما شايفين عندي الفراخ بتاعتي بدأت تستوي، هبدأ احط الفلفل الاخضر اللي معايا زي ما شايفين كده، وهبدأ اقلبه عشان ياخد من طعم الفراخ اللي معايا. زي ما قلت اي نوع عندك من انواع الفلفل ممكن تحطيه، مفيش مشكلة. زي ما شايفين كده لحد ما الفراخ بتاعتي تستوي، انا جهزت هنا عندي معلقة كبيرة من التون مفروم زي ما شايفينه عندي كده. انا حطيت عندي توم، وحتى كمان معاه عندي حبة خضرة صغيرين خالص، وحطيت معاه فلفل وملح وكزبرة ناشفة. طيب جبت كمان معايا طماطمتين كبار، وزي ما شايفينهم كده انا بشرتهم بالمبشرة بتاعتي. هبدأ اجهز حلة على النار واحط فيها معلقة زيت. زي ما شايفين دي الحلة بتاعتي، هبدأ احط فيها اول حاجة التوم. زي ما شايفين عندي انا حطيت التوم بتاعي، هبدأ اقلبه. اول ما يدي لون هبدأ انزل على طول نقطة خل، هبدأ احط ايه نقطة خل بتدي طعم للصلصة جميل خالص. زي ما شايفين عندي كده زي ما شايفين التوم بتاعي بدأ ياخد لون، هنزل بنقطة خل. بعد كده هنزل بالطماطم بتاعي. وزي ما شايفين كده معايا هبدأ اسيبها لحد ما الطماطم بتاعتي تسبك. وزي ما شايفين كده معايا عندي، زي ما شايفين عندي الطماطم بتاعتي بدأت تتسبك. هبدأ اجهز العجينة بتاعتي واسيب الطماطم دي، هطفي عليها واسيبها تبرد. وزي ما شايفين عندي العجينة بتاعتي خمرت، هبدأ بقى اجهز عندي الصينية بتاعتي، ادهنها بمادة دهنية، هدهنها بالزيت. هنبدأ بقى نمسك العجينة بتاعتي زي ما شايفينها كده، وهقسمها عندي بالنص. زي ما شايفين العجينة بتاعتي كده، انا هبدأ عندي اقسمها لقطعتين زي ما شايفين كده، ادي قطعة وادي عندي القطعة التانية زي ما شايفين كده. هبدأ عندي هرش الرخامة بتاعتي بالدقيق بالشكل ده. هبدأ عندي اجيب العجينة بتاعتي وافردها. هبدأ افرد العجينة معايا زي ما شايفين عندي، انا ببدأ افرد العجينة بالشكل ده. بعد كده عندي انا جايبة الصينية بتاعتي زي ما شايفين، وحاطه فيها مادة دهنية انا دهناها بزيت. هبدأ اجيب العجينة زي ما شايفين كده، وهبدأ افردها عندي بحجم الصينية بتاعتي زي ما شايفين بالشكل ده، وهبدأ اعمل علو علشان لسه هحط فيها الحشوات بتاعتي بالشكل ده. شايفين اهو، ده عندي شكل العجينة بتاعتي بالشكل ده، شايفين ازاي اهو. هبدأ ادهن الوش بتاعها هنا عندي بالصلصة. هنا عندي هحط جزء من الصلصة اللي انا عملتها زي ما شايفين، وهندي ابدأ ادهن الصينية بتاعتي كلها. الصلصة دي بتدي طعم تحفة للعجينة، بيخلي طعمها جميل زي ما شايفين عندي كده. بعد كده هبدأ احط الحشوات بتاعتي زي ما شايفين عندي، ممكن نحشي لحمة مفرومة، ممكن نحشي عندي سجق، الحشوات اللي تفضليها احشيها. زي ما شايفين كده عندي انا حشيت زي ما شايفين كده اهو. اهم حاجة ما اجيبش ناحية الاطراف علشان لسه هقفل عندي الصينية بتاعتي زي ما شايفين كده. هحط بعد كده عندي الزيتون زي ما شايفين، ده الزيتون بتاعي هبدا احطه كده بالصينية بتاعتي. بس هبدا احط حبة جبنة رومي زي ما شايفين كده، لو متوفرة عندك حطي، مش متوفرة عندك مفيش مشكلة. كده عندي ده الحشو بتاعي، هبدا بعد كده احط الطبقة اللي من فوق. زي ما شايفين عندي انا جبت الجزء التاني من العجينة بتاعتي زي ما شايفينه، هبدا افرده
زي ما شايفين عندي بالشكل ده. طبعا انا شفت في الاول حبة دقيق صغيرين، هبدأ افرد العجينة بتاعتي زي ما شايفين كده عندي، عشان عندي هغطي بيها الصينية بتاعتي زي ما شايفين عندي بالشكل ده. هبدأ اجيب الصينية بتاعتي زي ما شايفين عندي كده، انا جبت الصينية وهبدأ زي ما شايفين هغطي الصينية بتاعتي بالعجينة، هبدأ اوزعها كويس بالشكل ده. هبدأ اهم حاجة عندي الزقها في العجينة اللي من تحت عشان ما تفتحش معايا زي ما شايفين عندي بالشكل ده. زي ما شايفين حبايبي بالشكل ده عندي العجينة بتاعتي. هبدأ ادهني الوش اللي من فوق ده عندي بالصلصة اللي معايا عندي، هبدأ احط عندي جزء تاني من الصلصة زي ما شايفين بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي شوكة وهبدأ اخرمها كده علشان العجينة بتاعتي ما تقبش بالشكل ده، اطلع منها الهواء، افضي منها كل الهواء اللي جوه العجينة زي ما شايفين كده. هبدأ عندي اشغل الفرن بتاعتي، طبعا انا هكون مشغلة من قبلها الفرن، الفرن بتاعتي لازم تكون سخنة جدا. هبدأ ادخل فيها الصينية بتاعتي، واول ما الصينية بتاعتي تبدأ تاخد لون خفيف هبدأ ارش من فوق عندي تاني طبقة من الجبن الرومي او اي نوع من انواع الجبن اللي انت بتفضليه. هبدأ ادخلها الفرن بتاعتي على درجة حرارة 200. شايفين عندي الصينية بتاعتي بدأت تحمر من الجوانب، انا هبدأ دلوقتي ارش عندي الجبن الرومي زي ما شايفين كده. بعد ما انا حطيت الجبنة الرومي اللي معايا زي ما قلت طبعا دي اختياري، ممكن احط جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، النوع اللي تحبيه. هبدأ ادخلها الفرن بتاعتي تاني وهفتح عليها الشواية من فوق. وزي ما شايفين عندي ده كان الشكل النهائي بعد ما الصينية بتاعتي خرجت من الفرن زي ما شايفين عندي كده. هبدأ اقطعها واقدمها في طبق التقديم. شايفين عندي، شايفين الفطيرة بتاعتي شكلها ازاي، شايفين. هبدأ احطها عندي في الطبق بتاعي، شايفين عندي ده شكل الطبق بتاعي، شايفين، شايفين الجمال. وبكده انتي عملتي احلى وجبة لاولادك، ممكن تنفع للغدا او للعشاء، ممكن كمان تقدمي معاها شيبسي زي ما شايفة كده، ممكن تقدمي معاها شيبسي، ممكن تقدمي معاها بطاطس مقلية زي ما تحبي. وكده عملتي زي ما قلت احلى وجبة لاولادك وبالهنا والشفاء. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يصلك كل جديد.